اللغة العربية المستوى الأول الفصل الدراسي الأول. المحور الأول من أكون؟ الموضوع الأول أنا مميز. الموضوع الأول أنا مميز. ازيكم يا أصحابي، عاملين إيه؟ النهاردة هناخد حاجة جميلة جدا. هناخد أنا مميز. طيب يا ترى يا كيجي، احنا ممكن ناخد ايه؟ أنا مميز دي ممكن ناخد تحتها ايه؟ مين هيفكر ويقول لي يا ترى ايه اللي احنا ممكن ناخده في الموضوع الأول ده؟ ممكن أسمع إجاباتكم؟ شاطرين. أنا مميز ممكن تكون اللي أنا بتكلم عن لعبتي المميزة أو اسمي المميز أو شكلي المميز. شاطرين. أو هدومي المميزة. ممتازين. طيب يلا نشوف هناخد ايه في الموضوع الأول ده. يلا بينا. عندنا هنا الصورة بتقول لنا ايه؟ لاحظ وتعلم. نشاط واحد، ارسم وتحدث. يبقى هنا عايزين ايه؟ اللي احنا نرسم رسمة حلوة ونتحدث. طيب المستطيل اللي قدامنا ده مكتوب في ايه؟ من أكون. يعني ايه من أكون يا كيزي؟ يعني أنا مين؟ ممكن كل واحد بقى فيكو يعرفني بنفسه ويقولي هو مين وهي مين. يلا بينا. شاطر. يبقى كل واحد يقول اسمه دلوقتي. شاطر. محمد وهاني ومصطفى وآدم وزين. شاطرين. طب والبنات الحلوة اللي معانا؟ ايوه قولوا يلا. ها كل واحدة تقول اسمها. سارة وسلمى ومي وأميرة وردينا. شاطرين. طيب تعرفوا بقى يا حبايبي يا حلوين تكتبوا اساميكو وماما تساعدنا بقى. يلا بينا كل واحد يكتب اسمه وانا كمان هكتب اسم حد صاحبنا معنا في الفصل. يلا اما نشوف انا هكتب ايه. انا كتبت احمد. يلا بقى كلنا نكتب يلا في الورقة بتاعتنا علشان انا هشوفها اما اخلص على طول. هعد من واحد لتلاتة. اول ما اقول رقم ثلاثة كلنا نسيب القلم ونشوف المستر هتطلب ايه تاني. يلا ها. واحد اتنين اتنين وربع اتنين ونص ثلاثة. يلا نسيب القلم. طيب هنا بقى المربع الصغير ده عايز مننا ايه؟ ايه يا ترى؟ احنا كده كتبنا اسمنا. ايه اللي ممكن نحطه مع اسمنا عشان يعرفنا بنفسنا؟ شاطرين. يلا ارفعوا ايديكم. ممتازين. الصورة. يبقى احنا هنرسم ايه؟ شاطرين. كل واحد يرسم صورته. انا هرسم الصورة اهي، بس طبعا انا عايزاكم ترسموا احلى مني. انا رسمت خلاص اهو. شايفين عنده عينين حلوة اهي وبق بيضحك ازاي، بس انا عايزة بقى الرسمة بتاعتكم تبقى احلى من رسمتي بكتير او. يلا كل واحد يكتب اسمه ويرسم صورته. عايزة حاجة جميلة خالص علشان انا هشوفها. طيب احنا كده خلصنا النشاط الاول. يلا بينا على النشاط التاني. هنا بيقول لنا ايه؟ نشاط اتنين.
اختر المتشابه. طيب عندنا صورة ايه في المربع ده؟ عايزين المتشابه بتاع الصورة دي، صورة الطفل ده. طيب يلا كده لما نختار مع بعض، يا ترى انهي المتشابه؟ الطفل ده مع ده ولا ده مع ده؟ يلا نفكر سوا. شاطرين كلكم قلتوا الطفل ده. طيب يلا نحط المربع عليه بسرعة. ممتازين شاطرين يا كيزي. طيب الصورة اللي بعدها، شايفين صورة الجدة؟ طيب دي شبه دي ولا دي مستمعة؟ شاطرين، اللي لابسة الجاكيت البينك البامبي ده صح؟ طيب يلا مين شاطر هيحط المربع بتاعه؟ يلا ها. ممتازين. طيب والصورة الرجل ده مين شبهه، ده ولا ده؟ شاطرين، مين اللي بيقول؟ اللي لابس بلوفر سادة صح؟ ليه؟ عشان ده زي ده، انما ده عليه رسومات فما ينفعش نختاره، كده يبقى هو مختلف. يلا بقى نحط المربع بتاعنا الجميل. شاطرين. يلا اخر صورة معانا، صورة الجد. يا ترى انهي اللي شبهه؟ ده غلط. ليه غلط؟ شاطرين، لان ده البلوفر بتاعه سادة، كده يبقى هو مختلف مش متشابه. طب فين المتشابه؟ شاطرين، صورة الجد ده المتشابه. طب يلا نحط المستطيل بتاعنا بقى عشان هو بقى كبير. شاطرين، يبقى احنا كده اخدنا هنا المتشابه. طيب معنى المتشابه ايه يا كيزي؟ اللي الصورة دي متطابقة تماما ومتشابهة تماما بالصورة التانية. طيب اللي لابس طاقية ده ينفع يبقى المتشابه بتاع الطفل ده؟ طبعا غلط، ده يبقى اسمه ايه بقى؟ المختلف. شاطرين يا كيزي، يلا بينا على النشاط اللي بعده. هنا بيقول لنا ايه؟ نشاط تلاتة، استمع وارسم دائرة لكل تصفيق تسمعه. طيب هنركز بقى مع بعض يا كيزي، علشان انا هسقف، اول ما سقف كده تعملوا دايرة كده يعني اتنين، كده يعني تلاتة. طيب هنركز يلا مع بعض ونشوف انا هعمل كام تسقيفة في المستطيل الاول. رقم واحد ده، مركزين؟ هبدأ يلا ها. اسقف ولا لسه؟ لا لا، عايزاكم كلكم تركزوا علشان تعملوا الدوائر صح. يلا ها كلنا منتبهين، هسقف يلا. واحد اتنين تلاتة، يبقى كده كام تسقيفة يا شاطرين؟ كام؟ انا سمع ناس وحشة بتقولي تلاتة، ينفع كده؟ امال كام يا حلوين؟ اتنين. شاطرين، يلا نعمل الدايرتين بتوعنا. ادا واحد اتنين. شاطرين. طيب سقفة بقى ليكوا علشان انتوا شاطرين خالص، اوعى حد يكتبها. شاطرين، يلا المستطيل التاني بقى. يا ترى هنعمل كام سقفة؟ يا ترى كام؟ يا ترى كام؟ يلا ها كلنا سكوت تاني. ها ايدينا على بقنا عشان نركز، ما اسمعش صوت حد خالص. هسقف اهو، واحد اتنين تلاتة، كده كام تسقيفة يا حلوين؟ مين الشاطر اللي بيقول تلاتة؟
الله، ده في حد مش مركز خالص وبيقول لي واحدة. شاطرين يا كيزي، 3. طيب يلا نعمل الـ3 دوائر بتوعنا عشان اسقف لكم سقفة كبيرة خالص. ادا 1 2 3. شاطرين، ايوه سقفة كبيرة كده ليكم. طيب رقم 3، المستطيل الثالث ده يا ترى هعمل كام سقفة؟ كام يا ترى؟ 2؟ لا. 3؟ لا برضو. طب يلا بينا نشوف هعمل كام سقفة. بس استنوا اول، يلا كل واحد يحط ايده على بقه. ها ايدك على بقك، يلا 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 يلا. شاطرين، يلا هبدأ. كده كام سقفة يا حلوين؟ الشاطر اللي هيقول لي اللي كان مركز. شاطرين، سقفة واحدة بس. طب يلا نحط الدايرة بتاعتنا اهو. شاطرين شاطرين. طيب اخر مستطيل معانا رقم 4. هنا عندنا يا ترى بقى هحط كام دايرة؟ 4؟ لا مش هعرف احط 4 لان احنا عندنا 3 مستطيلات. تعالوا كده نعد مع بعض المربعات الفاضية. ده 1 2 3، يبقى لازم احط من 1 ل3. 1؟ لا برضو. 3؟ لا برضو. طب يلا بينا نشوف انا هسقف كام سقفة. يلا ها ايدينا على بقنا تاني، يلا يلا بسرعة. شاطرين، ها مركزين؟ 1 2 3. كم سقفة يا حلوين؟ شاطرين، 2. طيب يلا نحط الدايرة بتاعتنا. 1 2، يبقى احنا كده عملنا دايرتين. طب يلا بقى كلنا كلنا مع بعض نسقف سقفة حلوة لينا كلنا عشان احنا سمعنا كويس وحلينا كمان كويس. يلا شاطرين، يلا بينا على النشاط اللي بعده. يلا بينا نشاط 4، استمع ولون المستطيل المناسب. طب يا كيجي هنا عمل لنا ايه في الصور دي؟ جايب لنا 4 صور صح؟ صح. طيب تحت الصورة مستطيل طويل ومستطيل قصير صح؟ صح. طيب هنا بقى عايزنا نعمل ايه يا شاطرين؟ هنا عايزنا نلون المستطيل حسب الكلمة. يعني لو الكلمة كبيرة قوي هنلون المستطيل الكبير خالص، ولو الكلمة صغيرة هنلون المستطيل الصغير. طيب تعالوا نفكر مع بعض اول ونشوف ايه هي الكلمات الكبيرة الطويلة. يلا قولولي. شاطرين، فاكهة، دي كلمة طويلة. شاطرين، وايه كمان؟ وخضروات. شاطرين، كلمة برضو طويلة. وايه كمان؟ مستمع يا كيزي عايزة كلمات تكون طويلة. وعائلة، ممتازين. وايه كمان يا ترى؟ كلمة طويلة، كلمة طويلة. سيارة، شاطرين. وايه كمان يا ترى؟ طائرة، شاطرين. طيب وإيه كمان يا كيزي؟ تلفزيون، شاطرين. طيب ناخد بقى الكلمات القصيرة. مين شاطر يقول لي؟ شاطرين، أب. وإيه كمان؟ وأم.
وإيه كمان؟ وجد ممتازين. وإيه كمان؟ وجدة شاطرين. ومستمعة بتقول إيه؟ أخ شاطر. وإيه كمان؟ شطورة وأخت. طيب هنا أنا ساعدتكم في أول مستطيل رقم واحد، ولونت المستطيل الصغير علشان كلمة أم كلمة قصيرة، أم كلمة قصيرة. طيب رقم اتنين هنا عندنا صورة ايه؟ شاطرين، طائرة. واحنا قلنا طائرة كلمة طويلة ولا كلمة صغيرة؟ طب نقولها تاني، يلا ها مع بعض بقى. طائرة. ايه ده، مين الوحش اللي بيقول قصيرة؟ انا كده زعلانة خالص. طب نقولها تاني مع بعض، يلا. طائرة. شاطرين، المستطيل الطويل. طب يلا نلون بسرعة اهو، شاطرين. طيب تالت حاجة، دي صورة ايه يا حلوين؟ ايه يا ترى؟ طيب تعالوا نعرف الصورة دي فيها ايه عشان نساعد بعض ونعرف دي صورة ايه. فيها الام والاب والابن والابنة والجد والجدة، تبقى صورة ايه؟ شاطرين ممتازين، سقفة كبيرة لكم. تبقى صورة عائلة. طيب نقول تاني عائلة مع بعض، عائلة. يبقى عائلة هنا طويلة ولا قصيرة؟ شاطرين، طويلة. يبقى يلا نلون بينا المستطيل الطويل اهو، ممتازين. طيب اخر صورة معانا، صورة ايه؟ لسه قايلين من شوية، الجد. ممتازين. طيب نقول جد كده مع بعض، جد جد. اخ دي صغنونة خالص، هلون الكبير ده غلط، امال هلون ايه؟ الصغير. شاطرين يا كيزي، يلا نلون مع بعض المستطيل الصغير، ممتازين. سقفة كبيرة ليكم. ايوة كده يا كيزي، خليكم صحصحين. يلا بينا على النشاط اللي بعده. نشاط خمسة، تتبع ووصل. يبقى هو عايزين ايه؟ عايز نتتبع الخطة الصغنون خالص دي، النقط الصغنون خالص خالص خالص، ونمشي هنا. يلا بالقلم، نمسك القلم يلا بتاعنا ونمشي من اعلى لاسفل. يلا ها، من اعلى لاسفل عايز نعمل ايه؟ نتتبع الخطوط الصغنونة خالص دي ونوصلها ببعض. يلا ها، يلا ساعدوني، نمسك القلم بتاعنا يلا ونمشي من فوق، من اعلى لاسفل. يلا اهو زي السهم، شفتوا نزل ازاي؟ من اعلى لاسفل. يلا نمشي بالقلم واحدة واحدة على النقط الصغنونة خالص، الخطوط الصغنونة خالص دي. لما ننزل هنا يبقى هننزل فين؟ من اسفل لاعلى. غلط، من اعلى لاسفل. يلا نشوف السهم نازل ازاي. شاطرين، من اعلى لاسفل. يلا نمشي بالقلم على الخطوط الصغنونة خالص دهي، الصغنونة خالص دهي. ايوه 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 ايوه، شاطرين. يلا ها، وانا هعمل زيكم اهو، من اعلى لاسفل. يلا نمشي بالقلم بتاعنا على الخطوط الصغنونة خالص دي. ايوه ايوه، تحت تحت كمان كمان. ايوه شاطر. يلا هنزل بالسهم بتاعي من اعلى لاسفل. شاطرين، سقفة كبيرة ليكوا يا شطار. طيب يلا بينا على النشاط اللي بعد. هنا بيقول لنا ايه؟ نشاط ستة، تتبع وصل. برضو برضو يا مستر هنمشي على النقط. ايوة بس استنى عندك، استني عندك. هنا هنمشي منين لفين؟ الشاطرين اللي هيقول لي.
منين؟ شاطرين. من اليمين للشمال. تاني يلا ها، من اليمين للشمال. يلا ها، اعملوا معايا اول صورة لصورة الجد. نمشي على الخطوط الصغنونة خالص دي، من اليمين للشمال. يلا ها بالقلم. ايوه شاطرين 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 خالص. يلا انا هعمل السهم بتاعي زيكم، من اليمين للشمال. يلا اللي بعد صورة ايه؟ صورة الجد هنوصلها بالبيت. يلا نمشي على النقط، من اليمين للشمال على النقط. اوعى حد يطلع فوق النقط، لا 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 هزعل. نمشي على النقط ولا تحت النقط؟ لا على النقط. ايوه شاطرين 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 ممتازين. يلا هدخل انا بالسهم بتاعي، منين؟ من اليمين للشمال. ممتازين. اخر صورة معانا صورة الابن. يلا ها، امشي على النقط بتاعتي اهي. يلا من اليمين للشمال. هزعل منكم لو حد نزل او حد طلع فوق الخط، هزعل خالص خالص خالص. يلا ها، من اليمين للشمال. شاطرين. يلا بقى هرسم اخر سهم، من اليمين للشمال. ممتازين. يلا نشوف اللي بعده بيقول لنا ايه. نشاط 7، استمع واختر الصورة المناسبة. طيب هتتكلموا ولا هتسمعوني بقول ايه؟ علشان نحل صح يبقى هنقعد مؤدبين ونسمع ايه المست بتقول لنا ايه، صح؟ طيب انا عايزة ما اسمعش صوت. يلا ها، كلنا ساكتين، ايدينا على بقنا. يلا رقم 1، ابي يرتدي قميصا ازرق. يبقى هعمل مستطيل على انهي صورة؟ دي غلط، ده لونه ايه؟ اصفر. طب ده غلط، ده لونه ايه؟ اخضر. طب يلا اعمل المستطيل بتاعي على ابي يرتدي قميص ازرق، يبقى انهي؟ شاطرين، اللي في النص يا مس. طيب مين هيساعدني وانا برسم المستطيل؟ يلا بينا اهو. طيب رقم 2، امي ترتدي فستانا احمر. هحط المستطيل على دي؟ غلط. امال ده ايه؟ ازرق. طب دي؟ غلط برضو، اخضر. طب انهي؟ الاخيرة يا مس. ايوه كده ساعدوني. يلا بينا نحط المستطيل بتاعنا على الفستان الاحمر. يلا بينا شاطرين. طيب رقم 3، اختي شعرها اسود. يبقى هي دي. غلط يا مس، ده اشقر. طب هي دي؟ غلط برضو يا مس. امال ده لونه ايه؟ ده بني ولا اسود؟ لا يا مس، اول صورة معانا هي اللي لونها ايه؟ اسود. شاطرين. يلا بينا نحط المستطيل بتاعنا. طيب رقم 4 الاخيرة معانا بيقول ايه؟ اخي يرتدي قبعة. قبعة ايه بقى يا شاطرين؟ شاطرين، قبعة خضراء. ايوه كده، قعدوا ساكتين علشان تسمعنا بقول ايه. قبعة خضراء. فين بقى القبعة الخضراء دي؟ لا يا مست، قلنالك ده لونه ازرق. طب يبقى دي بقى خلاص غلط برضو، لونها اصفر. طب فين الاخضر؟ ساعدوني. شاطرين. يلا نحط المستطيل بتاعنا. ممتازين. طيب يلا بينا على النشاط اللي بعده كده يا كيجي. يبقى احنا هناخد اخر نشاط معانا، واللي مطلوب فيه بيقول لنا نشاط 8، انظر وارسم دائرة حول المختلف. طب يا شاطرين تعالوا كده نفتكر مع بعض، احنا اخدنا ايه في الاول؟ اخدنا المتشابه. طيب احنا عندنا هنا صورة ايه؟ صورة ضفدع. طيب
ودي كمان صورة ايه؟ برضو ضفدع. طيب ودي ضفدع برضو يا مس. طيب يبقى احنا هنا عندنا ضفدعين متشابهين. طيب ايه يا ترى المختلف؟ السمكة شطورين، يبقى السمكة مختلفة عن الضفدع. طيب يلا بقى يا شاطرين نرسم عليها دايرة. شاطرين. طب عندنا ايه تاني؟ عندنا كلب. طيب وهنا كلب برضو يا مس. طيب وده كلب برضو يا مس. طيب المختلف يا حلوين؟ ده احنا عندنا قطة يا مس. يبقى فين المختلف هنا؟ القطة، لان القطة ليها شكل ولون غير الكلب، يبقى القطة مختلفة مع الكلب. طيب يلا نشوف. ممتازين. طيب نشوف الصورة اللي بعدها. عندنا أرنب عسل أهو، وهنا بطة. طيب الأرنب زي البطة متشابه أم مختلف؟ شاطرين مختلف. طيب والأرنب ده متشابه. طب والأرنب ده متشابه. يبقى احنا عندنا اتنين أرنب متشابهين مع الأرنب ده. طيب يلا بقى نحط دايرة على المختلف. نحط على الأرنب؟ لا يا كيجي غلط. أمال هنحط على ايه؟ هنحط على البطة. شاطرين. آخر صورة معانا صورة طائرة. طيب الطائرة دي فين المتشابه بتاعها؟ يلا نحط ايدينا بسرعة على المتشابه، انا ما قلتش المختلف. يلا بسرعة نحط ايدينا على المتشابه. شاطرين الطائرة دي. طب وايه كمان؟ والطائرة دي. يبقى احنا عندنا اتنين طائرة متشابهين. طيب فين المختلف؟ شاطرين الدراجة. طب يلا نحط دايرة بسرعة بسرعة. شاطرين. يبقى احنا كده اخدنا المختلف. في اول صورة كانت السمكة، والصورة التانية كانت القطة، والتالتة كانت البطة، والاخيرة كانت الدراجة. يلا نشوف يا ترى بقى انا مجهزه لكم ايه، هطلب منكم ايه. يبقى النشاط بتاعنا رسم صورتك الشخصيه. عايزه كل واحد فيكم يرسم صورته الشخصيه. باي باي يا كيزي.